نسيت. أنا كنت فاكرة إنك سافرت. ما قدرتش أسافر من غير ما أشوفك. لسه مخصماني؟ ما هو لازم حاجة من اتنين، يا مخصماني يا خايفة مني. أخاف من إيه؟ سؤال وجيه. الواحد بيخاف من شخص تاني ليه؟ إما إن الشخص ده مؤذي أو خايف يحبه. أنا عمري ما هحب أحد. متأكدة؟ طبعا متأكدة. أنا شخصيا مش متأكد. قصدك إيه؟ قصدي إنك هتحبيني. هتحبيني أنا. هتصبحي في يوم من الصبح وتكتشفي إنك بتحبيني. بتحكي على إيه؟ يا ريت يكون عندي ثقة في نفسي زيك كده يا حسين. مش فاهم حاجة. ايه اللي بيخليك متاكد بالشكل ده؟ زي ما اكون انا شخصيا قلت لك اني بحبك. الحاجات دي الواحد ما بيقولهاش بلسانه قد ما بيقولها بعيني. وعينيا قالت لك ايه بقى؟ كفايه انها ما بتلمعش الا ليا انا بس. كفايه ان وشك ما بتنوروش الابتسامه الا ليا انا بس. انت بتتخيل حاجات وهميه، حاجات ما حصلتش قبل. خديني على قد عقلي. انا اسف يا حسين. لا أرجوك، أنا عايز أشوف وشك منور النهاردة زي ما شفته أول مرة. عايزة صحيح تساعديني قبل ما أسافر؟ طب خلينا نحلم مع بعض. نفرض مثلا إنك صحيت يوم الصبح واكتشفت إنك بتحبيني. وبعدين؟ وبعدين هتروحي على مكتب التلغراف وتبعتي لي التلغراف على عنواني في ألمانيا. أقول فيه إيه؟ هم الترتيبات اللازمة لعقد زواجنا سأخبرك في البرقية التالية مواعيد الوصول. وبعدين تركب المركب وتيجي. كل السكة دي لوحدي؟ دي السكة اللي ضروري تمشيها لوحدك. طب افرض ان البحر كان هايج والموج عالي. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. مع البر الاقي ايه؟ قهوه مدلوقه؟ ما تضيعش وقتك، انا ما فيش فايده مني. ليلى، عارفه هتلاقي على البر ايه؟ هتلاقي حاجه اهم مني، اهم من اي انسان تاني. هتلاقي نفسك ليلى الحقيقيه.